بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الصالحون مقوله مشهوره عند العلماء واخذوها من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وهذه المقوله هي الحي لا تؤمن عليه الفتنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا واذا الانسان انتكس او ترك دينه فانما هذا بسبب الفسق والمعاصي التي تراكمت على القلب فجعلته مظلما اسودا لا يرى الحق بل انه يشمئز ويتضايق من النور لذلك اذا رايتم مشهورا أو عالما انتكس عن الدين فلا تغتر ولا تخلق لنفسك مبررات بأن ننظر هؤلاء ناس هذه كانت محجبة مشهورة وتركت الحجاب وهذا شيخ دين مشهور انتكس فيقول لنفسه إذا هؤلاء انتكسوا فما بالك بأنا الإنسان البسيط العامي فيبرر الانتكاسة والهروب من الدين بأن غيري تركوا الدين، غيري لم يلتزم بالدين. دائما أكرر هذه المعلومة وهذه المقولة وهي في علم النفس يقولون كل مجرم يخلق مبررات لإجرامه لإراحة ضميره. المرتشي في الإدارات الحكومية يقول في نفسه عندما تسأله لماذا تأخذ الرشوة؟ يقول لك يا أخي البلد كلها منهوبة لم تقف علي أنا ولكن الحقيقة أن عند الله يوم القيامة ستقف وتسأل الحلال حلال والحرام حرام لا مبررات الله وعد المتقي الذي يترك الحرام لوجه الله أن يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فلماذا لم تصبر ولم تثق بوعد الله لك لماذا قدمت الحرام على وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولكننا نحن من نظلم انفسنا وكان الانسان عجولا عندما ترى هذه النماذج والحمد لله هذه بشاره لنا يا اخوه يا اخوات ان الاعداد قليله ونادره جدا كل كم سنه يخرج علينا واحد ثم يتصدر برامج ومواقع التواصل الاجتماعي وانظروا إلى تعليقات الناس سبحان الله هذه الأمة أمة حق وأمة خير وأمة دين حقيقي تجد كل التعليقات 99% من التعليقات لمرأة مثلا رمت حجابها مشهورة الله يهديها لماذا رمت الحجاب هذا خطأ هذا حرام المفروض أنها تصبر المفروض أنها تتقي الله أنها تخاف على مستقبلها يوم القيامة الدنيا ما راح تنفعها بشيء الدنيا ستنتهي ستموت ستترك تعليقات بحر عندما ينحرف أحد المنتسبين إلى التدين تجد العالم في التعليقات كلها تستنكر وتتعوذ بالله من الانتكاس ومن ومن انقلاب القلب شيء يثلج الصدر سبحان الله والله عجيب يا أخوة يا أخوات على قدر هذه الفتن التي تبث ويعني تغزون ليل نهار من شياطين الإنس إلا أن المسلم في هذا الزمن فعلا ترى امر هذه معجزه والله. عندما ترى كل هذا الضرب وكل هذه المؤامرات وكل هذه يعني الفتن ولم يستطيعوا ان يخترقوا الاسلام. عجيب. تعرفون لماذا؟ لان المسلم في قلبه لا اله الا الله. المسلم في قلبه النور. فاذا اتجه الى المعاصي وانسحب الى هذه الفتن مباشرة يشعر بالاكتئاب والضنك والضيق والوحشه والظلمه فيعود مباشرة الى النور لا يستطيع ان يعيش لا يستطيع ان يحيا في هذا الظلام مستحيل الشاب ينحرف بسيطا فتره ثم يرجع لو لاحظتم سبحان الله هذه ملاحظه دائما يعني الاحظها عندما عندما اتابع فيديوهات اعلان الاسلام يعني انسان غير مسلم يريد ان يعلن اسلامه فسبحان الله يعني الغالب الغالبيه العظمى اذا نطق الشهاده يبكي. لماذا هذا البكاء؟ لانه استقبل النور الدين الوحيد على وجه الارض الذي يهتز الانسان عند الدخول به ونطق لا اله الا الله محمد رسول الله هو الاسلام. بكاء لماذا؟ لانه استقبل النور عاد الى الله، عاد الى الفطره السليمه. وجد ربه هم يعرفون بداخلهم انه هذا هو الحق وماذا بعد الحق الا الضلال نرجع الى النقطه الرئيسيه اذا وجدت انسانا انحرف او انتكس فاحمد الله على العافيه واقتدي بمن مات عندنا الوف مؤلفه من العلماء والعباد والزهاد والاتقياء الانقياء عندنا الاف مؤلفه من الاولياء والشهداء الذين ضحوا باموالهم واهليهم وارواحهم من اجل الله سبحانه وتعالى، من اجل هذا الدين. اترك كل هذا التاريخ وكل هؤلاء يعني ماتوا على الثبات، ماتوا على الحق، ماتوا على الدين، ماتوا على الايمان، على النور. اترك كل هؤلاء واتاثر بانسانه نزعت حجابها. احد العلماء انتكس انحرف الله أعلم ما هي السريرة التي بينه وبين الله التي أوصلته إلى هذا إلى هذا الحد انتكس ندعو له بالهداية ونسأل الله العافية أنت الموضوع واحد فلا نخدع أنفسنا يا إخوة يا أخوات لا نخدع أنفسنا الذي يريد الحجج والمبررات للتنصل من هذا الدين لاتباع هواه والمعاصي فنقول له أنت ستقف يوم القيامة أمام الله وحدك. والله سبحانه وتعالى عليم وحكيم، ما في أحد يخادع الله سبحانه. الطريق واضح والحلال بين والحرام بين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وبشركم الخير والفضل باقي. والدين الإسلام هو الان الدين الاول انتشارا في العالم. وهو الدين الوحيد في على على هذه الارض الصافي الصحيح الخالص. نعبد الها واحدا اكبر اعظم، السماوات والارض قبضته هو الجبار هو المحيط هو الخبير هو الذي يعلم السر واخفى. ما من ذرة في ملكوت السماوات والارض الا يحيط بها سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ فاثبتوا اخواني اخواتي فان الوعد الجنه اثبتوا فان الدنيا فانيه والايام سريعه والوقت يمضي وكلنا سنصل الى الموت كلنا سنذهب الى العالم الاخر فاياك ان تخسر الله اياك ان تخسر الملك الاعظم الامان النور قال تعالى: اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لا تضحي باخرتك ولا تضحي بحب الله لك. النبي عليه الصلاه والسلام كان من اكثر دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بحالي انا وانت. لا ننسى هذا الدعاء. لا ننسى هذا الدعاء. كرروه دائما نسال الله العظيم رب العرش الكريم الثبات على الحق والنور الى يوم ان نلقاه ونساله جل وعلا حسن الخاتمه اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا حول لنا ولا قوه الا بك ولا هدايه لنا الا منك اللهم نحن العبيد الضعفاء الاذلاء تحت كرمك وفضلك ويدك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين